أي من اللافتات المرحبة برئيس الجمهورية لم تحمل توقيعا مستقبليا حتى تلك المخطوطة باللون الأزرق، إلا أن الاحتفال بطرابلس مدينة خالية من السيارات سلك طريقا خالية من أي حوادث سير، إنما مليئة بالمواقف السياسية. اليوم الطرابلسي الطويل استهله الرئيس ميشيل سليمان من المبنى الموحد للجامعة اللبنانية، حيث اطلع على سير العمل ورافقه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. سليمان علق على موقف لبنان الأخير في الجامعة العربية: لبنان مع ديمقراطية، لبنان مع تداول السلطة بكل الدول المحيطة فينا من سوريا وغير سوريا، ولكن ما بحبز أبدا تحقيق الأهداف السياسية بوسائل العنفية. من هون نحن موقفنا نرى من أنه تنفيذ المبادرة العربية اللي انطلقت، ويعني نتمنى على جانب السوري الإسراع بتنفيذ هذه المبادرة باليومين المقبلين بكل تفاصيلها، وأيضا يفتح الحوار مع المعارضة. أما الموقف المتعلق بعزل انتفاء العضوية، لبنان مبدئيا ضد العزل، ضد عزل أي دولة عربية. المحطة الثانية في قصر عدل طرابلس واستقبال وزاري قضائي ونقابي. سليمان استمع إلى شروحات حول سير العمل في منشآته، ثم انتقل إلى مرفأ طرابلس معاينا عن قرب مشروع توسعته، والذي من المفترض أن يسلم مطلع العام المقبل. وبعد التشديد على أهمية تحقيق الإنماء المتوازن، كلام في السياسة: نحن مع تمويل المحكمة الدولية، نحن إذا كانت المحكمة ببعض الأحيان انتقدناها لبعض الأخطاء أو خسرت بعض المصداقية، عليها أن هي ترجع تستعيد مصداقيتها، ولكن مصداقية الدولة اللبنانية مع قرارات الشرع الدولي لا يجب أن تفقد نهائيا. إلى الكورنيش البحري في مدينة الميناء، حيث أطلق الرئيس سليمان اليوم البيئي وسط حضور فاعليات المدينة وأبنائها. وفي لفتة تكريمية سلم رئيسا بلديتي طرابلس والميناء مفتاحي المدينتين إلى رئيس الجمهورية. أما المحطة الأخيرة ففي معرض رشيد كرامي، حيث أقام ميقاتي مأدبة غداء على شرف سليمان ضمت حشدا كبيرا من الشخصيات السياسية والعسكرية والروحية. نجدد مناشدتنا جميع القيادات اللبنانية أن تتجاوب مع الدعوات المتكررة إلى كلمة سواء من خلال حوار وطني جامع. إن الموقف الذي اتخذه لبنان في الجامعة العربية بالأمس فيما خص الوضع في سوريا انطلق من اعتبارات ووقائع تاريخية وجغرافية تراعي الخصوصية اللبنانية التي نعلم أن الإخوة العرب يتفهمونها. إن مدينتكم العريقة قلب الشمال العزيز على كل الوطن وصنو العاصمة بيروت هي عاصمة ثانية للبنان في الشمال. لقد كرست طرابلس عبر العصور بتجاور مآزنها وقبب أجراسها على ورع واحترام والتزام مشهد العائلة اللبنانية الأصيل. الغداء الذي قاطعه نواب تيار المستقبل جلس إلى أحدى طاولاته الأمامية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي. الزيارة الأولى لرئيس الجمهورية إلى طرابلس حملت أكثر من دلالة، أتت لتقول إن رئيس الحكومة وابن المدينة ليس معزولا، وأن عاصمة الشمال ليست متروكة، إلا أن المواقف السياسية وكما في كل مرة جاءت لتحجب النظر عن الملف الإنمائي. وحتى إشعار آخر: لن تكون طرابلس مدينة خالية من الحرمان. من معرض رشيد كرامي الدولي، كريستين حبيب، قناة الجديد.